حكم قناع المادة أفسد علاقتك بالنجم حسين الجسمي؟ هو السؤال ده يتوجه للأستاذ حسين الجسمي مش ليه؟ لأن حسين هو اللي عمل المشكلة اللي أنا قلت له يا حسين ما تدخلش الشيطان بيننا. أنا قلتها له صراحة، إحنا ناجحين وفي كيمياء بيننا وحبايب وإخوات. 20 أغنية ناجحة. ما تدخلش يا حسين الشيطان بيننا. هي فكرة صيغة العقود والتنازلات، قلت له يا حسين المنطقة دي حصلت بسببها مشاكل كتير مع ناس كيانات كبيرة النهاردة هم حبايبنا وبقينا بنشتغل بسلاسة والدنيا لذيذة. يعني أنا كنت أكتر واحد عندي مشاكل مع روتانا، النهاردة ما عنديش أي مشكلة مع روتانا والدنيا سلسة لأن خلاص الحقوق بقت الطبيعية اللي هم بياخدوها، تحفظ لهم حقوقهم وأنا بحفظ حقوقي. فبلاش يا حسين ترجعنا 10-15 سنة ورا. عدينا فلقيته متمسك بالحاجات دي، فطبعا هنا ساعتها هي دي اللي حصلت. لكن الموضوع ملوش علاقه بالماده، لسه ما زال على موقفه. ليه علاقه بحقوق ولادي واحفادي، يعني ليه علاقه بحقوق انا من بعد ولادي واحفادي لازم ياخدوها. انا ماديها هتنازل ليه؟ ولو هتنازل يبقى ادفع ثمنها. وهقول لك بقول لك ادفع ثمنها وهاجي في الجد اقول له لا مش هسيبها، مش هينفع تنازل عن الحقوق دي. يعني ثمنها دي انت بتقولها كده الوعد؟ يعني ثمنها دي انت بتقولها كده؟ ده انا بقولها لك في القعده كده. لكن مش عايز تكرر اخطاء بهجة قمر. بالعكس، انا ابويا ما عندوش بقى مشاكل في التعاقدات والحاجات دي، ان هم اياميها كمان في البلاله ما كانش في حاجه. يعني النهارده كل حقوق ابويا لو انا فعلا عايز احافظ عليها هي محفوظه، يعني ما فيش ابويا ما تنزلش عن ده. انا قصدي ان انت مش عايز يعني كمان. يعني مش عايز حقوقك الادبيه تتاخد، مش عايز حد ولا يجي عليك المادية. مش عايز حد ولا حقوقي الماديه اللي بتطلع. يعني ما ينفعش النهارده انا ابقى قاعد الاغنيه تتعمل اعلان وانا ماليش لا حق مقابل. ادبي طبعا. ولا مقابل مادي، ولا اقول انا في ليه اعلان انا مش عايز اديه للمنتج ده. يعني في ليه انا عامل ده اللي خلاك تتحدى جمعيه المؤلفين والملحنين؟ يعني هل ينفع والملحنين؟ النهارده انا اسف بقطعك، هل ينفع النهارده مثلا اغنيه بشرة خير تتحول من انها حاجه وطنيه وحاجه عملت حراك في المجتمع والبتاع لاعلان مثلا سمنه ولا بتاع؟ اكيد لا. على الاقل تبقى انت موافق. انا لازم يبقى ليا حق وليا سلطه ما دام القانون. على فكره هي مش بلطجه، هو لو القانون مديها لحسين او للمنتج هيديها له من الاول، مش هيديها انا، بس هو القانون اديها لنا قانون. فهي دي الفكره. ده اللي خلاك تتحدى جمعيه المؤلفين والملحنين؟ طبعا طبعا، وانا مش عضو فيها لغايه النهارده، بقالي اكتر من. طب خسرت وخسرت زمايلك معاك؟ بالعكس، زمايلي كلهم كسبوا، لان زمايلي حساباتهم بتجيلهم من فرنسا للبنك وبيجيلهم حقوقهم تالت ومتلت، ما خسرتش حد. بس هي الفكره اني ما قدرتش اكمل، لاني واجهت طبعا كيانات. ليه ما قدرتش؟ واجهت كيانات وصراعات وخسرت ناس كتير جدا، وفي بعض الزملاء كمان خذلوني ما كانوش في ظهري. وفكره ان احنا كمان مش رجال اعمال، فاحنا معش راس ماليين عارفين ندير الموضوع ماليا ازاي، واحنا من البدايه رفضنا ندخل معانا اي رجال اعمال او اي حد ممكن يصير اي مثلا شبهه او ان يبقى في طمع. تجربه فشلت يا ايمن انك تعمل كيان موازي لجمعيه المؤلفين والملحنين؟ بس انا اللي فشلتك. اولا اذكى قرار عملته جمعيه المؤلفين والملحنين في الوقت اللي انا كنت باخد منهم كل الاعضاء وبيجوا يمضوا عندي، وده موجود على السوشيال ميديا، كان كل يوم بقى افيه، كل يوم اتنين بيستقلوا يجوا يمضوا عندي. لما جابوا الاستاذ سيد حجاب رئيس الجمعيه انا بقى عملت قلبت زي الفرخه خلاص، هو ده استاذي ابويا صاحب فضل عليا، فكنيت بقى كنيت لحد ما مت.